السلام عليكم. وزير إسرائيلي سابق يتوقع أن يعمل نتنياهو على تدمير النووي الإيراني. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال وزير إسرائيلي سابق مساء يوم الجمعة إنه يتوقع أن يقوم بنيامين نتنياهو خلال فترة ولايته المرتقبة في رئاسة الحكومة بتدمير البرنامج النووي الإيراني. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها هين غبي الذي سبق وعمل وزير لعدة مرات بما في ذلك للسياحة والأمن الداخلي والعدالة والصحة للقناة 12 الإسرائيلية. وقال هينغبي في تقديري سيعمل نتنياهو خلال هذه الولاية على تدمير النووي الإيراني، وأوضح في رأيي لن يكون هناك خيار، سيكون ذلك مثل قصة برين 81 وأولمرت في 2007. وفي عام 1981 أقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها مناحيم برين على قصف مفاعل تموز العراقي، وفي 2007 قام رئيس الوزراء إيهود أولمرت بقصف المفاعل النووي السوري وفق تقارير إسرائيلية. وتابع هينغبي: لقد نسينا بالفعل أن المفاوضات جرت بين إيران والقوى الكبرى وانتهت بالفعل، مضيفا: إذا لم تنتهي هذه المفاوضات باتفاق ولم تعمل الولايات المتحدة عسكريا بشكل مستقل، فإن رئيس الوزراء نتنياهو سيعمل على تدمير المنشأة النووية في إيران. وأضاف: إذا لم يفعل ذلك فستواجه إسرائيل تهديدا وجوديا. وذكر أن تقييم يستند إلى 30 عاما من معرفة بنيامين نتنياهو. وفاز معسكر نتنياهو الذي يضم أحزابا من أقصى اليمين في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الثلاثاء الماضي ب 64 مقعدا من أصل 120 مقعدا بالكنيسة، ما يضمن له تشكيل الحكومة المقبلة بسهولة. في الأخير إذا كنت من المهتم بهذا النوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.